يشيل كام مصير عليه انه ينفذه ان شاء الله حيتنفذ طال العمر او قصر، لانه الاراده بتاعت ربنا اكبر. وهو ما طلع في انه داير شيء غلط يثبت شيء غلط، وما داير مثلا يجيب فساد، لا هو طلع ضد الحاجات ديت. يا رب يا رب يا منه الدنيا تجري عرش منه وانتظر عليك الدنيا تذكر الدنيا تذكر. ده شايل كلاش يا جماعه. كامل من مواليد بدا، وكامل يعني قرم الأساس وخش الثانوي الحمد لله وشكر لله. يعني كان هو علمي وعايز نتيجة كويسة عشان يقدر يخش هندسة. ما شاء الله حبوب، ما في دول كده قاعد يشكي منه. راح له دراسية كان فيها ممتاز يعني ما شاء الله، وما قاعد يعمل مشاكل مع الناس، والناس كلهم قاعد تحبه، حتى الأطفال الصغار هو بحبهم. يعني فقدي فقدي عظيم شديد في الحلة والله ما شاء الله. قالك يعني أي زول بيرسله ما بيقول له لا، أي زول بيتونس معه وأي زول بيحبوب ليه، الكبير الصغير المرة الراجع كلهم. يعني كامل ده نهاية ما نهاية ما أدى كلام غلط لزول. كامل كان بيطلع المواكب، ونحن كنا بصراحة كنا كلنا محترضين على إنه يطلع المواكب. يا كامل ما تطلع، يا كامل شوف الناس اللي ماتوا، يا كامل كده. ليه؟ لأنه نحن على حسب مفهوم الأسر السودانية كلنا خايفين عليه، لكن هو كان خايف على حاجة معينة، خايف على الوطن. كان في ضربة يوم 2/6، ضربة بالسكسك، كان بيعمل هنا رقد في وعده هنا 8 يوم، أسبوع قافل. وركبوا الأول هنا طلعوا دم من صدره، ايه 2 في الرئة، باقي الثاني في جسمه الثاني، في 2 في الكلى، هي 70 سكسكة في جسمه. ولغاية ما رحل باللزقات في ظهر، في ضربات في ظهره بيغير، واللزقات قاعدة يعني لما يتوفى توفى بلزقاته بشاشه في ظهر. كامل لما جابوا لنا خبره، جابوا لنا بعد المغرب، اتصلت الوالدة كالعادة إنه تطمن عليه وتشوف أخباره كيف وكيف طوال، يعني إنه في حالة اطمئنان عليه كامل. شاءت الأغدار إنه يرد لها زول، ونحن يا رب نكون الخبر ده زي ما نقوله ما حقيقة. رد لها زول وقال لها كامل ده الولد ده متصاب، بس ادينا اسمه بالكامل عشان نحن نقدر نزعفه. قلت له اسمه محمد كامل إبراهيم. جاني الخبر وأنا في محل عملي، طلعت على برا المحل بتاعي واتفاجأت بأنه في شباب جايين جارين. يا خال يا خال يا خال، كامل الضرب بالطريقة دي بالأسلوب ده. كامل وين؟ في المشرع. المحل بتاعه كان فاتح على حسب أقاويل الشباب، انه مشى وهمه انه يشارك اصحابه بوجوده ويجي راجع، لانه زول لو هو ماشي وما جاي راجع تاني كان قفل مكانه. فمشوا وقدر الله انه كان ضرب نار من الخلف وهو متجه عكس مكان الاشتباكات، وما يسمى يعني ما يسمى بذلك، انه هو يعني بعيد جدا من مكان الاشتباك، اصاب من الخلف اصابه بشعه جدا جدا في النخاع الشوكي، يعني الطلقه ذاتها من زول محترف حتقته وطلعت من النخاع الشوكي وهشمت جميع السنون معها، كسرت الفك
واللسان والشفة الأمامية عموما. صعب صعب شديد. في أي لحظة أنا بقول أنا المغرب يفتح الباب الروح ده كامل جه يخش الحمام طوال عشان بيكون لابس خيارات البومبان وكده تخش الحمام طوال بيستحم الروح بقول ليه كامل ليه سيد بقول ليه أنا جيت. نحن ما بنتمنى حاجة غير القصاص، ما عايزين شيء غير القصاص، لكن نحن سايبين القصاص لصاحب القصاص، سايبين الحق لصاحب الحق. إن شاء الله ربنا ينصفنا، إن شاء الله حقه في الدنيا دي يعني ما يروح نهائي، إن شاء الله حقهم كلهم ما يروح. يعني هسه مع المغرب مع هناك في أي لحظة أنا بقول كامل بيجي داخل عليه، بمشي بغاد الأوضة، ضلفته دولابه كله، يعني أي ركن فيه كامل في البيت ده.